أخي الحبيب، هل تعلم أن تحت قدميك على عمق 400 كيلومتر هناك بحر عظيم جدا يعادل 3 أضعاف بحار الدنيا؟ تحت هذا البحر هناك نار ملتهبة. تصور أن الحبيب عليه الصلاة والسلام أنبأ عن هذه الحقيقة الدقيقة جدا بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. بالفعل تحت البحر هناك طبقات نارية خلال 400 كيلومتر ملتهبة، وتحت 400 كيلومتر يوجد بحر عذب وهائل جدا، ثم يوجد تحت هذا البحر أيضا طبقات نارية ملتهبة. فإن تحت البحر، البحر الذي نراه، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.